السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أحمد قناة كيما قلت قبل أن نبدأ. غزل اللايك واشتركوا ما كنت مشترك فعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ولا تنسونا من الدعم هذا الكود الخاص فيني. في هذه المهمة يقول لك وجه ضرر لدبابة خصم بمسدس أثناء ربط. لازم تلقى لك مسدس وتروح لما تشوف أي دبابة يسوقها خصم أو عدو، تمام؟ بعدين اقرب منه كذا وافلس. ان شاء الله خلصنا المهمة. ان شاء الله نشوف خلص الحين المهمة. يب